بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن اليوم الدرس للنساء، ولا مانع من الرجال أن تحضر هذا الدرس لمعرفة بعض الأحكام الشرعية التي تجتمع فيها الرجال والنساء. ولكن قبل أن أبدأ بهذا البحث في بعض الأحكام تتعلق بالبحث الماضي، الجنابة وما فيها، هناك بعض الأحكام تغيب عن ذهن البعض من الناس. لو أن الإنسان خرج منه المني بغير شهوة، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ كرجل مريض أو أصابه برد أو حمل حملا ثقيلا، واحد ضربه على صلبه، حمل حملة ثقيل أو برد وخرج منه المني، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ رجل سأل بعض العلماء، وكان سيدنا ابن عباس يصلي رضي الله عنه وارضاه، سألهم قال لهم كلما بلت، يعني كلما قضى حاجته بول، تبعه الماء الدافق بعد المول عم يخرج منه المني. فالعلماء قالوا له الماء الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. فولى الرجل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وعجل ابن عباس رضي الله عنه في الصلاة، ولما سلم قال علي بالرجل، دلي علي بالرجل، فأتي به فقال له إذا كان ذلك منك أتجد شهوة؟ لما ما عم يخرج منك في شهوة؟ قال لا. قالها فهل تجد خدرا في جسدك، صير معك انحطاط بعد منه؟ قال لا. قال إنما هي أبردة فلا غسل عليك، عليك أن تتوضأ وتصلي، يجزيك الوضوء. فكل مني خرج من الإنسان على غير شهوة، وحكينا عن الشهوة إلى كم وحدة؟ ثلاثة، أن يخرج الماء بدفق، اثنين أن يكون عنده شهوة، ثلاثة أن يكون بعد الخروج انحطاط، هذه الشهوة. فإذا ما وجدوا ثلاثة معناتها صائب برد خرج منه هذا الماء فلا غسل عليه، إنما عليه الوضوء. كذلك لو أن الإنسان احتلم ولم يجد الماء، رأى في المنام أنه تزوج وجاء خمس أولاد، ممكن يكون تزوج ثلاثة من كل واحدة إجا خمس أولاد، فزعل بكرة وجد ثوبه نقيا ما في أثر نظيف فلا غسل عليه. وعكس المسألة لو أن إنسانا لم ير مناما استيقظ فوجد بقعة في ثوبه وجب عليه الغسل، متى وجد الماء وجب عليه، وجب عليه الغسل. طيب إنسان
ما انتبه لنفسه، توضأ وصلى ظهر وعصر المغرب، في المغرب دخل ليقضي حاجته فوجد أثر البلل في ثوبه في لباسه، بقعة في ثوبه. أي صلاة يجب عليه إعادتها؟ وجد المغربيات عم يشوف وجد، فنقول له آخر نوم نمت إمتى؟ قال والله بعد الظهر، بعد ما صلى الظهر وتغدى نام. نقول له بتعيد صلاة من بعد آخر نوم نمت، آخر نوم الظهر، فمعناتها بتعيد صلاة العصر وتعيد صلاة المغرب إذا صلاها. فإذا وجد بللا ولم يذكر احتلاما أعاد الصلاة من آخر نومة نامها. مفهوم الحكم هنا؟ طيب، وقد مر معنا ما يحرم على الجنب. الجنب يحرم عليه أولا الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي وهو جنب ما لم يغتسل، ومثل الصلاة الطواف حول الكعبة، وكذلك مس القرآن وحمل القرآن. لا يجوز مس القرآن ولا حمله ولو كانت آية في ورقة أو آية في قطعة معلقة، لا يجوز مسها إلا على طهارة، لقوله مطلق قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، مع أن الآية نزلت في مكة، وفي مكة ما كان لسه في صلاة، يعني ما كان المصحف مكتوب في أول الإسلام، ما كان المصحف مكتوب. لا يمسه إلا المطهرون، مس القرآن ولو آية. الصلاة فرضت في سنة أظن العاشرة أو ما قبل بقليل، فكان مس القرآن كان مو مكتوب، القرآن جمع في المدينة المنورة، فقول الله لا يمسه إلا مطهرون تدل على أن مس معاني القرآن وعلوم القرآن لا ينالها إلا من كان طاهر القلب مما سوى الله، طاهر القلب من الأغيار يفقه القرآن، مس القرآن وحمل القرآن. واختلف الفقهاء في ذلك، فالقول المعتمد أنه لا قراءة للقرآن ولا مس للقرآن إلا على طهارة، إلا في حالة الضرورة كما تقدم معنا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك في مذهب داود الظاهري وابن حزم رضي الله عنهم، وفي قول البخاري جواز القراءة عند الضرورة. جبت لكم إلها مثال، فتاة بدها تقدم بكالوريا، ومن مواد البكالوريا القرآن دياني، عندها قراءة قرآن، ولما راحت على الفحص كانت في العادة لا يجوز لها القراءة، لكن فيما لو ما قدمت فحص راحت السنة عليها كلها، لتعيد السنة، فيمكن السنة الثانية كمان تكون في عند العادة، معناتها ضاعت حياتها. ففي مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وداود الظاهري وابن حزم قال للضرورة تقرأ مقدار الضرورة ثم تذهب فتغتسل ولا إثم عليها في ذلك. يعني الدين يسر، ما في تجديد في الدين. الجنوب والمرأة الحائض
لا يجوز لهم أن يمكثوا في المسجد. المكث في المسجد لا يجوز لجنب ولا لحائض، ويرخص في اجتياز المسجد. دخل للمسجد من باب، طلع من باب. اجتياز المسجد يرخص في ذلك. و عابر، الله قال إلا عابري سبيل، عابر السبيل فلا مانع. مر النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة ناوليني الخمرة، الخمرة الحصيرة يلي بيصلوا عليها، في حصيرة مثل سجادة الصلاة اسمها خمرة، ألا ناوليني إياها مشان الصلاة. فقالت: يا رسول الله إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك، ايدك نظيفه طاهره، مد ايدك ناوليني اياها. حيضتك ليست في يدك، انما دخول المراه الى المسجد وهي في حاله العاده فهذه ممنوعه. فاذا اراد الانسان ان يغتسل يكفي غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة، يتغسل غسل الجمعة وهو جنب، غسل واحد عن غسل الجنابة وغسل الجمعة بكفي غسل واحد. في ناحية أكثر العوام يظنون أن الإنسان إذا كان جنبا لا يجوز له قص الأظافر، ولا يجوز له حلق الشعر، ولا يجوز له أن يسرح الشعر. أكثر العوام بيعتقدوا هالاعتقاد، هذا غير صحيح. يجوز للإنسان أن يقص ظفره وأن يحلق شعره وأن يسرح شعره وإن لم يتوضأ. الذي قال في الغسل بعض أهل التصوف رضوان الله تعالى عليهم، قالوا: ما بصح إلا أن يكون طاهرا. الدليل، قال الدليل أن الإنسان كل ما ينفصل منه في الحياة يعود إليه بعد الممات. الأظافير بدها ترجع والشعر بده يرجع. قالوا: إذا كان على طهارة رجع منورا، وإذا كان على جنابة رجع مظلما أو مشتعلا بالنار. فحتى تكون بالآخر على طهارة لأفضل، أنا هذا بشوفه أفضل. ما يقص أظافيره إلا وهو طاهر، ما يحلق شعره إلا وهو طاهر، وهذا أفضل. ويدفن الشعر ويدفن الظفر، هذا ما وردت السنة. هذا بالنسبة للماضي. اليوم رح نبدأ ببحث أكثر الناس بيستثقل هذا البحث. نحن شو دخلنا؟ لا، أنت دخلت كما أن المرأة مسؤولة عن ذلك، أنت كمان مسؤول مشان تعرف شو الأحكام. في بعض الناس مساكين بيقولوا إذا بده يبحث بحث بيقول لا حياء في الدين. هذا خطأ. الدين كله حياء، الدين كله حياء، ومن لا حياء له لا إيمان له. الإيمان والحياء شريكان في قرن، اثنين مربوطين بحبل واحد. الإيمان والحياء شريكان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. إذا راح الإيمان بيلحقه الحياء، وإذا راح الحياء بيلحقه الإيمان. فالدين كله حياء، لكن إذا بدنا نقول بنقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. واحد بده يسأل، استحى، شاب عم يصير معه مزي،
عم يخرج منه المزي، كل ما خرج المزي يا بيترك الصلاة يا بيروح بيغتسل. يعني ما بدأ غسل. المزي شيء، هذا علامة، علامة الرجولة، هذا ما بيوجب لا غسل، إنما يوجب الغسلة، يوجب الغسلة ولا يوجب الغسلة. فبيستحي يسأل. رضي الله عن سيدنا علي كرم الله وجهه القائل رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء. إن كان يخرج منه المذي هذا علامة الفحولة والرجولة. فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكانتي منه، يعني الصهر يسأل يعني عمه لا هتئيلة. فأرسلت المقداد بن الأسود، سألنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا واحد خرج منه المزي بده يتغسل، قال: وقد تشقق ظهري من الغسل. عم يتغسل وهوى وشمس. فالمقداد سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل على الرجل من غسل إذا أمذى؟ إذا خرج منه مذي يجب عليه الغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل لعلي ما عليه من غسل، إنما يكفيه الغسل والوضوء. الغسل لآثار المزي والوضوء، صلى الله عليه وسلم. فاليوم بحثنا بحث الحيض والنفاس والاستحاضة. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه قراءة حفص، وقراءة أخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. مخالفة أهل الكتاب من اليهود بكل الأمور. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن، يعني في حالة الحيض، حتى نخالف اليهود. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد علينا. قلت ما النبي غضب، خافوا نقول غضب منهم وزعل منهم. قال: فخرجا، طلعوا لكن خايفين من زعل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله، واحد جايب شوية حليب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال: بعثوا لنا ياهم وراهم، ردوا لنا ياهم جيبوهم. فأرسل في آثارهما فسقاهما، ناخذ شرب. قال: عرفنا إذن ما زعلان منا. هنا أخواني اليهود في حال العادة قالوا أن أول ما نزل هذا الحكم وحرم الحكم، أول ما حصل الحيض على بني إسرائيل، هذا ما قاله اليهود.
أول ما حصل الحيض على بني إسرائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا وقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. أمر لكل النساء من عهد آدم، الله عز وجل جعل للمرأة هذا الشيء. الحيض دم يخرج من المرأة عند البلوغ، عندما تبلغ المرأة، وهذا علامة بلوغها. المعنى أنها صارت على استعداد للزواج، كما أن الرجل بيحتلم، ومعنى الاحتلام أنه صار أهل للزواج، كذلك المرأة تجد العادة. هذه العادة أمر الله كتبه على كل بنات آدم. الحيض هو الذي يكون في الرحم فيتربى فيه الولد. الولد بده دم يتربى فيه، فهذا الدم في الرحم لأجل الحمل والولادة. فإذا المرأة جف دمها ما بتحسن تحمل، حمل ما بقى فيه. متى جف الحمل، جف الدم، أو بلغت سن اليأس 50 أو 55 سنة، ما عاد في دم، معناتها ما بقى في حمل. فهذا الأمر إنه اليهود قالوا إنه المرأة أول ما بدأ الحيض بدأ باليهود، هذا كلام مردود غير صحيح. فبالنسبة إذن للحيض، أمر كتبه الله على بنات آدم. كل بنت متى بلغت يأتيها الدم، وهذا الذي يسمى الدورة أو يسمى الطمث. الطمث أو الدورة أو الحيض هذا شيء يدل على أن الفتاة بلغت. ولكن أنا أقول حتى ننتبه، الأفضل أن لا تزوج الفتاة قبل 18 سنة. إذا زوجنا البنت بالـ15 بالـ16 يخشى على الولد، في خوف على الولد أن لا يأتي الولد كامل أو لا تستطيع الحمل، ممكن تطرح مرة مرتين فالرحم يصير فيه تعب، ما عاد تستطيع تكمل. فلذلك الفتاة قبل 18 الأفضل أن لا تزوج. هذه الفتاة إذا وجدت هذه المادة الدم، معناها أنها بلغت، فرضت عليها الصلاة، وفرض عليها الصوم، وفرضت عليها الأحكام الشرعية كلها، ومسؤولة عنها يوم القيامة. وكذلك لو كانت متزوجة، متى رأت المرأة الدم حرم على الرجل أن يقربها. فالرجل يجب أن يعلم أن المرأة في عادتها أم لا، فإذا رأت الدم يحرم على الرجل أن يقرب المرأة. وهنا المرأة في حالة العادة تترك الصلاة ولا قضاء عليها، ولا يجوز للرجل أن يأمرها بالقضاء، لأنت 7 أيام تركت الصلاة بدك تقضيها، فتقول الله سامحني في الصلاة. الحائض لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصيام، أنه هو شهر بيجيها العادة مرة، فتحسن 7 أيام بالسنة كلها تقضيهم. تقضي الحائض الصوم دون الصلاة. وما تراه الحائض من دم في حال الحمل، هذا الدم لا يمنع الصلاة. هذا لازم كلنا ننتبه للأمور. المرأة إذا كانت حاملا ورأت الدم
فلا يمنع هذا الدم صلاة ولا صياما ولا وطئا، إنما هذا الدم فايض ما بيسموا النساء فايض أو زايد، والشريعة تسميه استحابة أو نزيف بيسموه، إن كله عبارة عن دم خارج من غير الرحم. متى حملت المرأة؟ قانون الله عز وجل بالحمل أن الحمل الرحم يسد، بتسكر الرحم عندما تحمل المرأة، لو كان مفتوح ما بتحمل المرأة، بيطلع الدم وبيطلع الولد. فمتى النطفة دخلت إلى مع البويضة دخلت إلى الرحم، يغلق الرحم، يغلق بيجمع الدم حتى يتربى هذا الولد. ممكن بعض النساء ما تعرف الدم، الدم في بدايته يكون أحمر غامق وفي نهايته يميل إلى السواد، بصير عاطي على سواد، بني غامق يعني بصير عاطي على سواد، هذا دم الحيض، دم يخرج من المرأة في عادة مفروض على الفتاة، لازم الأم تعلم بنتها، مفروض على الفتاة أول ما تجيها العادة تسجل بدء مجيئها وانتهائها، هذا واجب على الفتاة على الأم تعلم بنتها. أما إمتى بيجيكي؟ والله ما بعرف. كم يوم بيجيكي؟ والله ما بعرف. هذه الأم بتكون أضاعت ابنتها وأضاعت دين ابنتها. يتعلق على أول الحيض أمور عديدة في الإسلام، الصلاة والصيام والطلاق والموت والكل بيتعلق على أول الحيض. فلذلك بدها تعرف البنت إمتى بيجيها، بأول الشهر، بنص الشهر، بآخر الشهر، كم يوم بيجي، بدها تعرف هذا الشيء. هذا يجب أن الأم تفقه ابنتها في ذلك. هذا الحيض إذا أتى، أن اليهود كانوا وإلى الآن اليهود لما بتحيض المرأة بحطوها بغرفة مثل باية الإمام، لا بيأكلوا معها ولا بيشربوا معها ولا بيعدوا معها. بعض المسلمين صارت لهم الأخلاق، بعض المسلمين قل المرأة إذا كانت في الحيض ما بيجوز تمد إيدها على أطرميز المقدوس، ما بيجوز تمد إيدها على أطرميز الزيتون، بنهلط المقدوس، الزيتون بيعفن، الجبنة تنتزع، هذا كلام غير صحيح. المرأة طاهرة، إيدها ورجليها وراسها كلها طاهرة، إنما عندما يخرج من المكان فقط. كذلك لو أراد الرجل أن ينام مع المرأة بفراش واحد، وهو هذا الأفضل أن يكون فراش الرجل والمرأة واحد، ما يكون هي بتخت وهو بتخت، فراش واحد للزوجين. إذا المرأة أتتها العادة فعليها أن تلبس السروال من السرة إلى الركن وتنام مع زوجها، من السرة إلى الركبة فقط، البسي الإزار. وأيها الرجل، المرأة كلها لك حلال ما عدا من السرة إلى الركبة في حالة العادة، فلا يجوز للرجل أن يقرب المرأة في حالة العادة من السرة إلى الركبة، هذا قرب لا يتقرب. أما إذا كان بعض الرجال واقع زوجته نام معها في حالة العادة فقد ارتكب أمرا حراما كبيرا مخالفة للقرآن. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى للرجل وأذى للمرأة،
قل هو أذى فاعتزلوا النساء، بعد عنا، فاعتزلوا النساء في المحيض وقت الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني تخلص من الحيض. وإذا قرأناها قراءة التجريد حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن. أخذ بالقراءة الأولى الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخذ بالقراءة الثانية الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وإمام أحمد كذلك رضي الله عنهم أجمعين. فعند الإمام الحنفي إذا المرأة طهرت من الحيض، طهرت مثلا قبل الظهر نص ساعة، والطهارة تكون بأحد شيئين، إما بجفاف الدم مع دجا أو بالقصة البيضاء المسمى بالطهر، دم أبيض بينزل، هاي معناتها طهرت المرأة بهالشيئين، طهرت، رأيت الدم البيضاء القصة البيضاء طهرت، لكنها لم تغتسل، أذن الظهر وما اغتسلت، بقي للعصر نص ساعة ما اغتسلت، هل يجوز للرجل أن يقربها إذا لم تغتسل؟ هون دخل وقت صلاة بذمتها، ظهر دخل ومضى عليه نص ساعة وما صليت، فهنا لا ينتظرها الرجل في مذهب أبي حنيفة، بما أنه صار وقت صلاة ومر وقت بتحسن تتغسل وتصلي، فلا اغتسلت ولا صليت، فالرجل لا ينتظرها. متى بقي وقت دخل وقت صلاة في ذمتها وتستطيع أن تغتسل وتصلي، فما اغتسلت ولا صلت فهي حلال له. أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، إذا المرأة ما اغتسلت لا يجوز له أن يقربها، مضى ساعة ساعتين، مضى أول يوم ثاني يوم، تركت الصلاة، جمعة ما تغسلت، لا يجوز له أن يقربها. أنا أرى مذهب الإمام الشافعي أحوط، لا يقربها حتى تغتسل، أنقى وأطهر وأصفى. وأما إذا كان الرجل حال معهم نشاط حيوي، هالنشاط الحيوي لا يستطيع أن يصبر، فبنقول له بتعمل بمذهب الحنفي وهذا لا إثم عليك ولا جرم عليك. الدورة دائما إذا أتت المرأة بدها تحسب المرأة الدورة مع الطهر أقل 24 يوم، الدورة مع الطهر أقله 24 يوم وأكثره 32 يوم، هي الدورة، وسطيا 28 يوم، وسطيا 28 يوم، هذا الطب، كل 28 يوم تأتيها الدورة مرة. فهذا إذا كان المرأة 28 يوم لتعريف هذا الحال. إذا رأت المرأة الدم في غير أوقات الدورة لازم الأم تنتبه على بناتها، لازم المرأة تنتبه على نفسها، إذا أتى الدم في غير أوقات الدورة إلا راجع الطبيب المختص، راجع الطبيب المختص، ممكن أن يكون هناك علة، ممكن أن يكون مرض، فممكن أن يتأثر هذا الشيء إذا ما عاودت المريض، إذا ما عاودت الطبيب، فممكن أن تتأثر بأمور أكبر من هيك، ممكن يصير معها أمراض شديدة تروي حياتها كلها. فإذا أول شيء أوقات العادة ما بتتغير،
اجاها اول شهر 7 ايام، كل حياتها بيمضى اول شهر 7 ايام، 3 ايام بيجي 3 ايام. هذا اذا كان رايت باول شهر او بنص الشهر او باخر. كذلك المراه لو رات الدم بعد لقائها مع الزوج غير دم البكاره يجب عليها مراجعه الطبيب. دم البكاره لا يمنع صلاه ولا صيام، لا يمنع، انما تغتسل وتصلي. وهذا الدم لا يمنع الصلاه. لو تقرب الى زوجتي دم البكاره خرج دم البكاره، هذا غشاء رقيق عندما ينسقب يخرج شويه دم. هذا الدم لا يمنع الصلاه. كثير من البنات بتترك الصلاه بظن انه هذا دم الدوره، لا، هذا دم البكاره لا يمنع صلاه ولا يمنع صياما. لكن امراه متزوجه، صار لها متزوجه سنه، بعد لقاء زوجها وجدت دم، وجب عليها ان تراجع الطبيب انه هذا بغير عادته. تراجع الطبيب حتى ما يصير فيه، ممكن تقيح بعض اوقات الدم. ثلاثه، هدول 3 اشياء، هذا الموضوع حساس لازم ننتبه له. امراه رات الدم بعد انقطاعه بسنه، عمره صار 50 سنة أو 45 سنة، انقطع الدم. بعد ما انقطع الدم بسنة ردت شافت الدم، يقول والله ردت علي الدورة، إلا راجع الطبيب هل هو هذا دم دورة ولا دم خارج، ممكن يؤذي المرأة إذا صبرت عليه وسكتت. إذا 3 أشياء حساسة لازم ننتبه لها. المرأة الأولى بغير أوقات الدورة، الثانية بعد الجماع رأت، الثالثة بعد انقطاع الدم سنة رأت. بهالحالات الثلاثة لازم تراجع الطبيب. وإذا قال ما في شيء وهي بسيطة وهي بسيطة، بكرة بتصل إلى آلام وأوجاع ما بتعرف لا تنام الليل ولا بتعرف تشتغل بالنهار، آلام وأوجاع كثيرة. فلذلك لازم تراجع الطبيب. النساء خاصة لازم الأم تنتبه على بناتها، الأم لازم يكون عندها وعي تنتبه على البنات. إذا كانت البنات صار معهم حالة التهاب تناسلي، حالة التهاب تناسلي في أعضاء التناسل، هذا الالتهاب إذا صار لازم الأم تنتبه مباشرة إلى الطبيب. هذا الالتهاب ممكن يسبب مع البنت العقم، يعني ما بتجيب أولاد. إذا الأم ما انتبهت لبنتها، بنتها صارت عقيم، تتزوج ما تجيب أولاد، وأهل الزوج بيقولوا له بدنا ولد، ما حملت. شو السبب؟ حصل معها التهاب في أول حياتها، أما ما انتبهت إلها صار معها بعض هالالتهابات، سببت هذه الالتهابات العقم. فلازم تنتبه الأم إلى البنت بأي التهاب تناسلي، يعني في أعضاء التناسل. أو فتاة تشكو من إفرازات تناسلية، يعني بيخرج منها ماء كتير، هي كمان ما بصح نسكت عليها، يجب وجوبا شرعيا عرضها على طبيب مختص. نخرج الماء الزايد هذا بسبب كمان التهابات
بسبب عقم المرأة. أكثر البنات اللي بصيبهم العقم من الأم اللي ما بتعرف، ما عرفت الحكم، ما عرفت الشرع. فالأم لازم تنتبه على بناتها انتباه كلي، لازم تعرف البنت إذا أتاها الدم، بنت بيحمر وشها بيصفر، تزعل، بطنها وجعها كذا، شو في؟ ما في شيء، ما في شيء. لازم تعلم بنتها، يا بنتي هاي علامة أنك فتاة طاهرة نقية صافية، وأنت على الآن صرتي على أهل الزواج ما شاء الله حولك، يعني ترغب بنتها ما تخوفها. طيب انتبهنا ناحيتين، الأم تنتبه على بناتها إذا حصل أي التهاب أو حصل أي إفرازات زائدة، أن نعرض هذه البنت على طبيب مختص حتى ما يصيب العقم أو عدم الإنجاب. ما بتحب تجيب أولاد، واليوه ما عيب، أنا أخذها عند دكتور والله ما بكشفها ولا بنكشف على دكتور، ما شاء الله صاحب الدين أنت. لا ما بتفهم من الدين شيء، ما عرفت الدين. عرض المرأة على الطبيب إذا في طبيبة انتهت القضية، إذا ما في طبيبة طبيب. عرض المرأة على الطبيب المختص هذا ليس بعورة وليس فيه إثم، ما فيه إثم ولا معصية، هذا شيء دين شرع، أنه هذا طب يعني دواء. المرأة راحت إلى الطبيب، الطبيب أراد أن يكشف، إذا كان طبيب مسلم بدنا الطبيب المسلم المؤمن، فبقدر الضرورة والحاجة يكشف عليها. مثلا امرأة بدها تأخذ إبرة، مكان الإبرة بيكشف بيعطيها إبرة، أما كشف لها اللباس كله هذا ما هو مؤمن. المؤمن صاحب الحرص على أعراض الناس، هذا مفروض أن تنتبه له المرأة. أنا مثل بعض الرجال تبهم نجيب الأمثلة إلها مشان تنتبه. بعض الرجال صار عمره مثلا 70 سنة 80 سنة بده يصوم وما عم منه مرض القلب، طبيب بيقول له تفطر ما بصوم، قال له والله دكتور والله بدي يصوم، لو بدي يموت، لو بدي يموت ما بفطر. إذا مات يموت عاصيا ولا يموت مؤمنا طائعا، يموت عاصيا لأن الله رخص لك، وإذا الله رخص لك ليش لحتى تعمل بالشدة والرخصة؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فقول أنا والله ما بفطر لو بدي موت، فمنقول له إذا متت بتموت عن معصية ولا تموت على طاعة. كلام الطبيب ككلام الشرع، فلو الطبيب قال له افطار وجب عليه الإفطار. وكذلك المرأة عرضها على الطبيب لأمور خاصة ضرورية فلا مانع من ذلك. الآن مثلا أكثر الولادات صارت وين؟ بالمستشفيات. ممكن مستشفى ما يكون فيها ممرضة مو طبيبة، ممكن ما يكون في طبيبة، في طبيب والطبيب ولدها فلا إثم في ذلك. إذا في طبيبة تكون هذا أفضل، إذا ما في طبيبة من وجد غير طبيب فالطبيب بيولدها ولا إثم عليها ولا عليه. طيب الواجب هلا لها، هذول اللي خارجين من الدرس شوي لكن ضمن درسنا، الواجب على الأم أن تنتبه إلى لبس بناتها. لبس البنات اللباس الضيق
لباس النايلون ممنوع للبنات وللذكور وللصبيان، ممنوع لبس النايلون. هلا مثل النايلون الجينز، الجينز كله نايلون، ممنوع لبس الجينز للشباب وللبنات، فهذا اللباس يؤدي إلى حدوث التهابات، ويمكن في حال إدمان هذه الالتهابات أن تؤدي إلى عقم وعدم إنجاب، ما بيجيب أولاد. ناحية ثانية، الواجب على الأم، ما بس تجوزنا وجبنا أولاد، ما شاء الله الأم لها أمور كثيرة يجب أن تنتبه. الواجب على الأم الانتباه إلى نظافة البنت، نظافة إزالة الشعر من العورة. الرجال والنساء، الشعر متى نبت فوق العورة يجب إزالته، وذكرنا الحكم الشرعي. بعض الأحباب قال إيه وين موجود؟ ما شفناه بكتب الفقه. إيه أنا ما قريت فقه يا ابني. الصلاة بعد 40 يوم باطلة ولا تصح. شعر العورة يسبب قمل العورة، وقمل العورة يسبب أمراض عديدة. فاليهود ما بيحلوا الشعر، وهذا في الإسلام واجب، حلق شعر العورة. متى بلغ الشاب، متى بلغ بينبت شعر العورة، وهذا علامة البلوغ، وكذلك الفتاة ينبت الشعر. فالأم بدها تنتبه لبنتها عشان حلق شعر، إزالة شعر العورة، هذا من واجب الأم. واجب الأم، ما عم تفهم. فكرت الأم تزوجت وتغسلت ومشي الحال، خلاص في أمور واجب الأم إلى هذه الناحية. هي بالنسبة للبنات، وكذلك واجب الأم الانتباه على الطفل. طفلها لما بيكون عمره 6 أشهر 7 أشهر، إذا ما انتبهت صار الولد عمره 2 سنين وما نزلوا خصياته لتحت، بيطلع الولد عقيم. شو سبب العقم؟ عدم معرفة الأم لما عم تغسل ابنها، إنه بتستحي تحط إيدها، إنه كان ولد ما فيه حياة، هذا ولد شوف موجودة ولا لا، ما موجودة خليه لعند الدكتور. وإلا الولد بعد 2 سنين إذا ما نزلوا الخصيتين من صفن بسموه من الحوض، إلى إذا ما نزلوا الخصيتين الولد ما بقى يجي ولاد. كما أنه الواجب، هذا مع ملحقات، لما قلنا على أبو كعب، هي الغدة النكفية، أبو كعب، أبو كعب، المرأة الأم لازم تنتبه على ابنها، مجرد ما يصير معه أبو كعب تاخده على الدكتور حتى يعطيه إبرة مقابل هالالتهاب، وإلا تركته هذا الالتهاب ممكن يقتل البذرة تبع الأولاد، بسبب العقم. والرجل لازم ينبه المرأة، شوفي الولد، انتبهي للولد، خصيتينه نازلين ما نازلين، انتبهي عليه، انتبهي بنتك على لبس البنت، ما تكون بنت لابسة، بنت بتحب دائما تلبس الموضة جديدة، موضة جديدة أواعي ضيقة، موضة جديدة عم يلبسوا الديزون، ديزون نايلون عم يضر البنت، بنت ما بقى فيها أولاد، راحت أولادها مشان تلبس الفيزون. فإذا كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوهن،
أما في المسلمين ناكل معها نشرب معها وتأملنا الطبخ وتأملنا الحياة وكلها حياة عادية ولا شيء في ذلك. فالأصحاب سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبي معلم بدنا نتعلم كل شيء، فقالوا يا رسول الله الآية نزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فشو نعمل؟ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهون في حديثين يا لح أشرح لكم، حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وحديث صلى الله تعالى عليه وسلم قال لك ما فوق الإزار. أما الحديث الأول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أخذ بهذا الحديث الأئمة الحنابلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قالوا إذا المرأة اتزرت يعني حطت فوطة أو لبست السروال يعني أباح الحنابلة الاستمتاع بالزوج ما عدا المكان، يعني لبست الكيلوت بداعبها ما في مانع، هذا أمر شرعي فلا مانع منه، هذا عند الحنابلة فقط. أما الأحناف والشافعية رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الرجل وقال يا رسول الله إذا امرأتي حاضت ماذا أفعل؟ قال لك ما فوق الإزار، الإزار من السرة لك ما فوق الإزار كله حلال لك، إلا هالمنطقة صارت محرمة في وقت الحيض خشية أن يقع، لأنه إذا كانت المرأة بغير ستر تستدعي الرجل إلى الوقوع، فالإسلام قال له لا تستري، المكان لازم يكون مستور حتى ما يقع الرجل يكون سببه المرأة. فلو أن الرجل وقع نقول له ارتكبت معصية كبرى وعليك كفارة في أول الحيض دينار ذهب بده يتصدق فيه، هلأ الليرة الذهب قديش حقها؟ 15 ألف ليرة بده يتصدق. شوفوا الآية كم وحدة، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، انتبه أذى ضرر إلك وإلها، فاعتزلوا النساء في المحيط، رد مرة ثانية قال ولا تقربوهن، لا ما بصير القرب خليك بعيد، هذا أمر شرعي. فلو كان بأول الحيض بده يدفع دينار، في آخر الحيض بيدفع نصف دينار حتى تغتسل، فهذا كله الله عز وجل نبهنا عنه والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك. يستمر حرمة الوطأ والاستمتاع عند المالكية والشافعية حتى تغتسل المرأة، حتى وقرأ حتى يطهرنا، نحن في القرآن شو بنقراها قراءتنا، نحن قراءة حفص حتى يطهرنا، يطهرنا يعني من الحيض. أما عند الشافعي والحنبلي شو قرأها؟ حتى يطهرنا يعني حتى تغتسل. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. في الصلاة كان اليهود يصلوا حوافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بنعالكم وخالفوا اليهود،
هلأ اليهود والنصارى بصلوا بصبابيطهم، خالفوا اليهود صلوا حوافا. المهم المسلم يا ابني له كيانه الإسلامي، مسلم له شخصيته الإسلامية، ما بيكون تبع لعدوه. اليهود والنصارى أعداء للعقيدة، فإذا كان أعداء العقيدة فما بيصير تقلدهم. لك شخصية الإسلام أنت كمسلم بدك تقلد، بتقلد سيد الخلق رسول الله، بتقلد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أما تقلد واحد يهودي أو تقلد واحد مشرك فالمسلم بيكون ضيع شخصيته الإسلامية دين. فخالفوا اليهود والنصارى، قالوا اليهود والنصارى ما بيقربوا عن النساء، نحن نقرب عليهم، حمر وش النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لدين الله له أبدا، كل شيء ما عدا إلا النكاح، بعد بعد عن زوجتك في حال الحيض. الحديث الثاني عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هي جنب والنبي جنب، عم يتغسلوا من صحن من طنجرة واحدة من كاسة. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض رضي الله عنها وأرضاه. تزين تحط الفوطة تلبس فوطة، فشو بي في المعانقة. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، معتكف بالجامع، فالنبي يقعد عند الباب ويعطيه رأسه، هو جنب يغسل له رأسه. يعني بيجوز المرة تغسل الرجال وبيصير الرجال يغسل مرته. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، في مانع؟ الدخول إلى المسجد ممنوع في حالة العادة، إلا إذا كانت المرأة تتعلم في مجلس علم يحق لها أن تتحفظ، يعني ما تلوت الجامع، تتحفظ ما استطاعت وتدخل فتسمع الدرس، فإذا انتهى الدرس ترجع مباشرة. أما القعدة بالجامع بدها تشوف هي وبدها تشوف هي، إلا هذا ما بيجوز، تسمع الدرس وترجع مباشرة إلى بيتها، وهذا جائز للمرأة. أما دخول الحائض إلى الجامع بغير مجلس علم لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا تجوز للحائض أن تدخل الجامع. طيب إذا كان دخول الجامع ممنوع إلا في حالة، إلا في حالة مجلس العلم بدها تتعلم. هلا مثل المجلس ما ضروري للمرأة، هذا ضروري تتعلمه، فإذا أتت وهي في العادي إلا ما عليه شيء تحضري ديري ظهرك وتمشي، متى ما خلص الدرس تحمل ظهرها حالها وبتمشي. فإذا هون يجوز الاغتسال من إناء واحد، جرن واحد مثلا، أو حاطين طنجرة عم نعبي من الطنجرة وعم نتغسل، بصح الرجل والمرأة يتغسلوا من طنجرة واحدة ولا بتصير المي مستعملة؟ لا، طاهر. حديث التالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. ينام فرشة واحدة وبيني وبينه ثوب لابسة، يعني أو بالفوطة لابسة ونايمين فرشة واحدة، معلش. وقالت رضي الله عنها كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد
فيه ثوب واحد، وأنا حائض طامث. هي مدام عم يجي الدم نامي هي والنبي عليه الصلاة والسلام متزرع. قال فإذا تلوت توبه يوم يغسل توبه ويصلي فيه، غسل الدم وصلى فيه. كم مرة بنغسل الدم؟ بيطهر الغسل بمرة واحدة، الثانية والثالثة زيادة في النظافة والطهارة، أما بمرة واحدة بيغسل. فقال إذا أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ما بيتعدى لغيره يعني، ما بيتجاوز محل الدم يعني، بيغسل محل الدم. هلا الواحد فيكم لو تلوت قميصه او تلوت سرواله بدم شو بيعمل؟ نقول بيقرصه، ما هي بيجمع محل الدم بيغسله. مره راح الحمار، مره ثانيه بيروح الصفار، اذا بقي الاصفر فصحيح وطاهر ولا يجب غسله. اكثر من ثلاث مرات ما في غسل، ثلاث مرات هذا اكمل الغسل. فلو بقي الاثر فالاثر طاهر ولا نجاسه فيه. صلى الله عليك يا رسول الله. فما ننتهي الاحاديث كلها حتى نعرف ان المراه طاهره وليست بنجسه. اوعى تظن ان المراه نجسه لا يجوز التقرب اليها. وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. مدي إيدك على الجامع وسناولي سجادة الصلاة ناوليني إياها. قلت له أنا حائض، مديت إيدك، إيدك ما فيها نجاسة. إيدك المرأة لا تحمل النجاسة، إيديها طاهرين وجريها طاهرين وجسمها طاهر، فقط موضع خروج الدم هذا الموضع اللي الإسلام قال لك بعد عنه حتى ما تتلوت. والآن نحن بنعرف هلا بما علمونا الأطباء الله يرضى عنهم، قالوا الدم فيه جراثيم كثيرة، فإذا أصاب الإنسان لازم يغسله. غسل الدم الإسلام أول قال نجس، البول نجس والدم نجس والغائط نجس، لأنه بيحملوا الجراثيم المهلكة. لازم المسلم دائما يكون طاهر من الثلاثة. وعن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. دم الحيض أخواتي، دم الحيض ست ألوان، سواد وحمرة وصفرة وكدورة وخضرة وترابية، ست ألوان لدم الحيض، أسود أحمر أصفر كدر أخضر ترابي، هي ألوان الحيض. فكل ما يرى في أيام الحيض من هذه الدماء فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. أي لون بأيام الحيض، عندك أيام الحيض مثلا سبعة أيام بأول الشهر، سبعة أيام بأول الشهر إجا الدم ترابي أو إجا الدم عاطي على أخضر أو عاطي على كدرة أو صفرة، كله حيض. ما يأتي في أيام الحيض بهذه الألوان حتى ترى الدم البياض الخالص، هذا كله في أوقات الحيض. إذا كان في غير أوقات الحيض لازم تراجع الطبيب. هي ناحية. ناحية ثانية، المراد بالطهر
معنى الطهر يعني أن المرأة صار رحمها نقيا طاهرا قابل للولد، نقاء المرأة من دم الحيض. وله هذا حالتين النقاء، إما جفاف الدم وإما القصة البيضاء، عندها تكون المرأة طاهرة في ذلك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.